صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يسجد لغير الله هل يكفر مطلقا حتى لو لم نبحثه في عقيدته؟ يا أخي يكفي أنه سجد لغير الله، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، فهو مشرك، والسجود من أعظم أنواع العبادة. وأما ما في القلوب فنحن نحكم على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر، وأما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.